وإذا مات الميت فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أدبنا مع الأموات: الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، فإذا انتبهوا ندموا، فإذا ندموا لا ينفع الندم. ومن هنا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي على الأمة قائلا: بادروا بالأعمال الصالحة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو هرما مفندا أو مرضا مفسدا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ ومن هنا لما ماتت السيدة زبيدة زوجة أمير المؤمنين هارون، وهي التي حفرت عين زبيدة التي يشرب منها الحجيج، لما ماتت رؤيت في منامها وعليها حلي الجنة، فقال لها الرائي: بما نلت هذه الكرامات يا زبيدة؟ قالت: بخمس كلمات كنت أرددهن وأنا على وجه الدنيا. خمس كلمات، ترى ما تكون هذه الكلمات الخمس؟ لا اله الا الله اخلو بها وحدي، لا اله الا الله افني بها عمري، لا اله الا الله يغفر بها ذنبي، لا اله الا الله القى بها ربي، لا اله الا الله ادخل بها قبري. قالت: كنت اردد هذه الكلمات الخمسة في الدنيا، فلما خرجت روحي الى ربها رأيت امامي خمسة طرق، كل طريق مكتوب عليه لا اله الا الله، وكل طريق يؤدي الى الجنة.